قال ان 10 هتتمد. فيروز 2 في 2 ب 4، غزه 2 في 3 6، 2 في 4 انت نايمه طول الحصه، نفسي تفوقي معايا شويه. ب 12، 2 في 5 ب 10، 2 في 6 ب 12، 2 في 8 2 في 8 ب 16. برافو. 2 في 5 2 في 5 ب 10، 2 في 4 ب 8، 2 في 2 ب 4. برافو. 2 في 6 2 في 6 ب، مش مركزه ليه ب 12؟ ركزي شويه، نفسي تفوقوا معايا. نايمين ليه؟ صحصحوا شويه. 2 في 6 6 ب 12. برافو. 2 في 2 ب 4، 2 في 1 2 في 1 ب 2 يا فيروز، ركزي شويه يا فيروز. 2 في 5 ب 10. برافو عليكي يا غزه شطوره. 2 في 2 ب 4. برافو. 2 في 6 ب 12. شفتي صحصحتي ازاي لما انا زعقتلك؟ 2 في 8 2 في 8 ايه؟ 16. برافو عليكي يا غزة. ورقة مين دي؟ مكة؟ ايه الشطارة والجمال ده كله؟ 50 من 50. ايوه كده، تعبي ومجهودي بيبان في ورقة الامتحان. والله اشطر بنت في المجرة كلها، ده الفصل كله اشطر بنات والله. وهيقدر فصلة تزيل وحد ينقص فيه؟ مين الغلطان ده؟ غزل؟ غلط غلط صح؟ ايه ده؟ انا مادتي بنتي تجيب لي فيها 30 من 50؟ يا نهار اسود، تعبي ومجهودي راح فين؟ تعبي ومجهودي راح فين اللي البنت جايب لي فيها 20 درجة بحالهم؟ 20 درجة بحالها ناقصاها؟ ده انا مش هسيبها، ده انا ده انا هفعصها كده، هعملها كفتة. الحصة دي فاضل عليها قد ايه؟ ربع ساعة بحالها؟ ده هيعدوا عليا، ده مش هقول لك هعمل فيكي ايه؟ انا اجيب مجهودي 30 من 50؟ فين مجهودي وفين تعبي؟ انا مش ساكتة والله، حرام عليكي يا شيخة، مجهودي راح فين يا شيخة؟ 3 في 8 3 في 8 ب، نايمين مش عارفة انتوا نايمين ليه؟ صحصحوا شوية. 3 في 3 9، 3 في 2 3، 3 في 2 ب 3. اقعدي ساكتة يا فيروز، يا فيروز احنا في جدول التلاتة يا حبيبتي، ركزي شوية. انت نايمة ليه يا فيروز؟ 3 في 3 9، 3 في 5 التلاتة خمسة. هو انتوا نايمين ليه؟ ما تصحصحوا، انا مش لسه قايلة جدول التلاتة، نايمين ليه؟ ما تفوقوا معايا شوية. لو سمحتي يا ميس، لا انا عندي الحصة الجاية وعايز من الوقت اديهم دلوقتي حالا. بس انا لسه فاضل لي 5 دقايق. والنبي سيبيني الحصة، والنبي يا ستي ما تعرفيش اللي حصل. بيه ايه؟ انا ظالمة تستطيع وتجيب لي درجة وحشة درجة الامتحان؟ طب هادي، بخش اصلهم في الحصة انا، مش بشرح لهم. خلاص هدي نفسك. لا لو سمحتي يا ميس، والنبي سيبيني. يبقى ليا 5 دقايق عندك. ماشي دلوقتي؟ اتفضلي. ماشي هدي نفسك. لو سمحتي سيبيني بقى عشان هتنقط والله. يلا حاضر حاضر. ده انتوا ليلتكوا سودا، ازاي واحدة فيكوا تتجرأ وتجيب لي درجة وحشة شبهها؟ ده مش انا، انا بعمل ايه ده اللي حاسة؟ انا بخش اشرح؟ الدرجة حطت لكم انا اشرح لكم؟ انتوا شوية بهايم، فهموني بس. انا هقول لكم على حاجة، انا دلوقتي هوزع درجات الامتحان وهقول الدرجة المعفنة في اخر واحدة خالص، وبصوا اللي درجتها وحشة همسكها كده، شايفين ده؟ هينزل على قلبها يعميها. خلاص؟ خلاص يا ميس. يلا قدامي هند، 50 من 50 سقفالها. مكة، 50 من 50 سقفالها. سلمى، 50 من 50 سقفالها. صالح، 50 من 50 سقفوله. فيروز، 50 من 50. متقلتش درجتها استاذة غزل. اميلي، اميلي يا حلوة، بتعملي ايه معايا طول الحصة؟ قاعدة بتلعبي لي في شعرك؟ لا ولا مش... بتلعبي لي في ايديك؟ لا مش بلعب. شايفة ده؟ هينزل على قفاكي يعنيك يا غزل. خلاص والنبي ميس خلاص. ايه ده؟ ايه؟ ايه اللي على ايدك ده؟ ما انت طبعا مش مركزة وقاعدة ترسمي لي قلوب ونجوم. فاضية الست هانم، يا ترى سرحانة في ايه يا حلوة بقى؟ يا ترى ماما هتعمل لنا محشي النهارده؟ ليه؟ ولا هتعمل لنا صينية بطاطس بالفراخ؟ ليه؟ ولا هروح النادي؟ ولا هنزل العب مع اصحابي كورة؟ ليه يا ميس انا مركزة معاكي؟ مركزة معايا ها؟ دي ايه؟ 30 من 50 يا فاشلة، يا فاشلة، يا ساقطة. 30 من 50 في مادتي؟ ده انا ما استجرأش فصلي من ساعة ما دخلت المدرسة دي، 10 سنين شغالة في المدرسة دي، ما استجرأش بس طالب من الفصول اللي ادتها يجيبوا اقل
هنا. اطلعي لي كده بره، اطلعي لي بره. توقفي لي هنا، ترفعي لي ايدك طول الحصه. شايفه ده؟ خلاص هينزل على قفاكي يا عميكي. خلاص يا باشا. طب شايفه دول؟ هينزل على وشك يفرموكي كده. شايفه وشك مش عامل مدور قد كده؟ هبعصولك. طب يا ميسي انا اسفه، انا اسفه يا ميسي. اقفي، ارفعي ايدك لفوق. ركزوا معايا، انتوا برافو عليكم عندكم امتحان الاسبوع الجاي عشان تثبتوا لي برضه انتوا هتجيبوا 50 من 50. يلا. ايه قابل؟ ايه قابل؟ بي بنانا. بي بنانا. سي كات. سي كات. دي دوج. دي دوج. اي الفر. اي الفر. اف فيش. اف فيش. لا لا انت معصبان. عملتي ايه؟ انت حتى وانت متذنبه مش سامعه صوتك في وداني عماله تقولي ورايا. ليه مش انا بقول والله؟ لاين لاين قدامي عشان انا مش هتنقط كده لوحدي. تعالي يا بت هنا، اقفي لاي وراه. يلا وراه، تعالي لي حلوه يا ام ملحق. انت قدامهم هنا وانت رافعه ايدك يا ام ملحق. معايا على الحوش تحت ده، انا مش هسيبك. ورايا انا هتجيبي في مدينه 30 من 50. ده انا هخلي يومك اسود النهارده. اترزعي هنا، اترزعي هنا يا فاشله يا ساطه. ده انت تجيبي درجات وحشه في المواد كلها وتيجي عند مدينه تديها تعظيم سلام كده. تجيبي لي بس 60 من 50 مش 50 من 50. انا اسفه يا ميسي. انت بنت فاشله. ليه بقى؟ عشان انت مهمله، قاعده بتلعبي لي على ايدك وسايبه الحصه. انت كده ما عندكيش دم. انت ايه؟ وانا بصراحه مش هعرف انام كده غير وانا اخد حق. انت النهارده هتتمدي. تعالوا لي هنا، كلي حواليها. اتفضلوا. والنبي لا يا ميس، والنبي هتتمدي في وسط المدرسه. عارفه هخلي رجلك عامله زي ايه؟ مرتبه هنا ومرتبه هنا من كتر الدار. نعم. اقول لك على حاجه. اتفضلي. يبقى تسامحيها المره دي. النبي او النبي. والله ما انا مسامحاها. اسامح المره دي عشان تجي لي بكره تجيبي لي 40 من 50 وهي 30 من 50 و20 و10. ليه يعني؟ قاعده بشرح للترابيزات؟ بشرح للكراسي؟ بشرح لشنطكم ولا بشرح لكم انتوا؟ ده انا صوتي راح منكم. والنبي انا رايحه اجيب العصيه عشان امدك، بس قبل ما اروح كل يقول لها احسن بصوت عالي. احسن بصوت عالي. احسن احسن اعلى. اللي بيحصل ده ايه اللي حصل بس؟ هي عملتك ايه عشان قاعده اشرح وصوتي اتنبح وعيد مره واثنين وثلاثه عشان الهانم تجي تنقص لي في مادتي وتجيب لي 30 من 50؟ بس بدخل ارقص لهم في الحصه ولا بدخل اشرح انا يا مس سلمى؟ طب واحده واحده بس يا مس سلمى، بروح عليها مش كده. انا مش هسكت غير وانا مرمه لها رجليها بالعصايه ومخليها ماشي على مرتبه هنا ومرتبه هنا من كتر الوجع. مس ندى، مس ندى ما ينفعش كده بعد اذنك. ما ينفعش والله لو مرم لها رجلها. مس ندى بعد اذنك، بس عايزاكي بس يا مس ندى. ده انا مش هعرف انام. روحي بس يا مس ندى، ما ينفعش كده والله. انت يا مس ندى لو انت شايفاها ان هي مش شاطره معاكي، عندك ولي امرها، ابعتي لها اتكوا على بنتكم شويه. انا محتاجه اتكلم معاكم عشان بنتكم ضعيفه في الماده بتاعتي. برضه هحس نفسي ان انا ما خدتش حقي. لا وانت لما تضربيها هي هتعمل لك ايه؟ هتبقى شاطره معاكي؟ لا ايوه طبعا، ما صحابها كلهم 50 من 50 اهو يا مس سلمى. مالكيش دعوه بصحابها يا مس ندى، واحده واحده على البنت كده. انت ممكن تكرهيها في المدرسه، ما ينفعش. وبعدين ما ينفعش نمد ايدينا على طالب في المدرسه، ممنوع. فاشل يتطحن، مش يمد ايدينا عليه، نطحنوه كده. المدرسه هنا ممنوع الكلام دوت، ممنوع. بقى اعملي لها استدعاء ولا اقول لك على حاجه، قالوا فوتيها من المدرسه اسبوع كده. انت شايفه كده يا مس سلمى؟ يجي لي ولي امرها النهارده، مش مروحه النهارده لو انا شايفه ابوها وامها. اتكلمي معايا وبصي حد يقرب دي شهر. ماشي رفوتيها زي ما انت عايزه، بس واحده واحده مش كده والله. ما ينفع كده في المدرسه. مغلوله، نفسيتي باظت. انا جيت حبيبتي
طب انت هو انت ليه جبتي 30 من 50 يعني؟ انت ايه اللي مقصرك؟ الميس ندى مقصره معاكي في حاجه؟ لا انا مقصره معاكي في حاجه؟ واحده واحده بس يا مش بشرح انا؟ لا ايوه انا بشرح انت بتشرحي والله انت بتشرحي واحده واحده. اقول لك الصراحه بروح يا حبيبتي واحده واحده يا سياده المديره انا الصراحه يعني انا كويسه في كل الماده لكن الصراحه الماده الانجليش يعني مش كويسه فيها. انت مش بتذاكري يعني يا حبيبتي؟ لا انا والله بذاكر كويس. تاخدي درس في الماده ديت ولا لا؟ لا انا باخد درس. انت عايزه ميس ندى تديها وتبقى بتاخد درس يا ميس؟ واحده واحده مش كده والله ما كده يا حبيبتي. طب مامتك بتذاكر معاكي؟ طيب ايوه والله انا بذاكر وماما بتذاكر لي وكمان ماما بتجيبي يا امك فاشله شبك عشان مش عارفه اذاكر لك انجليزي. ايه يا ميس ندى انت كده بتكرهيها في الماده؟ كده بتكرهيها في المدرسه اصلا. انا مش عارفه انام يا ميس سلمى. طب ميس سلمى انا احلم بكوابيس ال 30 هتطلع في عيني دي وعيني دي لو ما خدتش حقي. ميس ندى ده مش هاتيلي امها وابوها. ماشي خلاص هجيبهم لك. روحي هاتيلي امها وابوها مش مروحه غير وانا شايفاها. ماشي والله خليكي تتكلمي معايا. رمد النهارده ارفضيها زي ما انت عايزه. سايبه دي يا ميس سلمى؟ لا ما ينفعش والله هنزلها على قفاها وعميها. ما ينفعش يا ميس ندى. يا ميس سلمى ما تعصبنيش هسقف على وشها يا ميس سلمى. ميس ندى الاسلوب ده ما ينفعش في المدرسه صدقيني ما ينفعش كده. هاتيلي ابو هجيبهم لك عشان هنزل بكف ايدي كده على قفاعي عشان هو ما بيذاكرلهاش. الراجل الفاشل ومراته الفاشله. ميس ندى ده مش اسلوب مدرسه في المدرسه عندنا. انا طالع على مكتبك هعمل لها استدعاء ولي امر. معلش يا حبيبتي ما تخافيش. ماشي ما تخافيش من اي حاجه. هي مش تقدر تعمل لك اي حاجه. يلا يا حبيبي اطلعوا على فصلكم. يلا اطلعوا. تعالي يا حبيبتي معايا.